كانت اكو صديق عندي، صديق دكتور يعني، مو شو اسمه، مسيحي، كنا اعز اصدقائي عايش بلندن، فدعوا اخو بوش بنته تتزوج عراقي، دعوا الى هو وزوجته الى حفله الزواج. فيقول ان دقيت بوش قلت له انت صديقي كل شاهد علاوي، قال لي إيه هو سياسي بارع لكن لازم يشتغل ويا المالكي. قال لي ليش يشتغل ويا المالكي؟ هذا اسلامي، هذا وطني، هذا شلون ما يترامون؟ قال لي ما اعرف، انت قنعة روح قنعة، اقول له هذا بوش ايش يقول. فياد كروكتشي مستغرب يعني من الحكي، اسمه ياد كروكتشي الرجل. قال لي شلون هذا؟ شو قلت له والله هذا بطران، هذا ما عندهم سياسة لما بعد الحرب، لا هم ولا الإنجليز ولا الآخرين، ولهذا ضاعت المقاييس بعد الحرب، ضياع فظيع، ما نعرف شو يردون، لا هم يسمعوننا ولا احنا نسمع لهم. والله نعم. والله اقسم بالله نعم. جاني رايان كروكر كان احد المستشارين مال برمر، لقيته واقف لي بباب المكتب، قلت له خير شنو القصة؟ قال والله اخنا تعبنا حروب، وكانوا خسرانين 4000 جندي. اي قلت له اي شنو شو تريد؟ قال لي نريد نبحث وياك شلون المخرج. قلت له المخرج يكمن في تشكيل سلطة عراقية، اولا سلطة عراقية هي تقوم بتشكيل حكومة وتدريجيا هي تصير حكومة. طيب. وثانيا يعني هاي السلطة لازم تتكون من مو أكثر من 15 واحد، واليوم هذا 11 واحد. وثانيا عدا هذا، هاي السلطة تكون ما بيها طابع واحد، لا شيعية لا سنية بشكل.